علاقة يعني غير سوية، يعني اللواط هذا يعني اللواط شرعا ما مقبول، اللواط اجتماعيا اللواط محرم. وإلى لوكيشن آخر أيضا من بغداد، هددوه بالفضيحة فاستغلوه جنسيا، وكان الاعتداء يمكن وصل إلى 30 إلى 40 شخص يعتدون عليه، وبدأ باعتداء جنسي لأول مرة، قاوم رفض ما أعرف إيش، لكن بعدين أصبح الموضوع طبيعي بالنسبة له. هذه القصة شوية حساسة أو جدا حساسة، إحنا صورناها، يعني هذا الشخص اللي تحدثنا بما صار وياه، لكن من الصعوبة جدا اليوم أعرض مثل هذه القصة لصبي مراهق وتعرض في برنامج. لازلنا إحنا عندنا بعض الحدود والقيود. هو مراهق أو نقدر نقول صبي تعرض إلى اعتداء جنسي، ما نقدر نعرضه، لكن أنا راح أضطر نحكي القصة مالته. يعني هو كان تحت التهديد، تم الاعتداء عليه جنسيا وتم تصويره، وتم تهديده بالفضيحة بعد ما تم تصويره. صار اكو مجموعة من الأشخاص يتناقلون بيناتهم قصة وفيديو هذا الطفل أو المراهق، يعني هو يمكن عمره 14-15 سنة وهو يتم الاعتداء عليه، فيتم تهديده دائما بهذا المقطع من عدة أشخاص حسب ما تحدثنا، وكان الاعتداء يمكن وصل إلى 30 إلى 40 شخص يعتدون عليه، وهو مضطر حسب ما تحدثنا أيضا أنه هو يسكت خوفا من أهله، ومضطر يتستر ويقبل باللي دا يصير. هذه الحالات مأساوية في مجتمعنا اليوم. هذا المراهق أو هذا الطفل ما عنده أهل يسمعوه، ما يقدر يتوجه إلى القانون، أكو فيديو، ما يقدر يحل هذه القصة. فبصراحة لجأ لنا بطريقة أنه نقدر نوصل صوته، لكن يمكن إحنا ما قدرنا نعرضه للفيديو لأن الحقيقة يعني حساس جدا، وهنالك عبارات وكلمات من الصعب أن تمر في مجتمعنا أو غير مقبولة. هنا نريد نقول أنه يعني وين دور الأهل؟ يعني هذا إهمال واضح، طفل تحول إلى مراهق وبعدين شاب، وهو مستمر على الرذيلة بسبب موقف بالبداية، وخلص أصبح الموضوع سهل. هذا يعني أو هذه رسالة لكل عائلة، لكل ولي أمر، لازم تنتبهون أكثر على بناتكم وشبابكم أو حتى أطفالكم من هذه الاعتداءات، ويتم معالجتها بطريقة صحيحة، مو مثل ما صار مع هذا الشخص واللي هو من منطقة شعبية يعني، والفضيحة هناك صعبة، لذلك مضطر أنه يبقى ساكت ومستمر على ممارسة الرذيلة. دكتور حيدر، هذه القصة اضطريت أنه أنا أرويها لأن من الصعب جدا عرضها على المشاهد. الطفل هذا بدأ باعتداء جنسي لأول مرة، قاوم رفض ما أعرف إيش، لكن بعدين أصبح الموضوع طبيعي بالنسبة له. تحدث عن رقم يعني 30 إلى 40 شخص كان إلى معهم علاقة جنسية غير مشروعة. طبعا هذا عنده مبالغة في الانصياع، يعني مع الأسف أن هناك عوامل ممهدة في بعض الأحيان، قد تكون الأسرة يعني ضعف الأسرة وعدم قدرتها على أن تواجه الأسر الأخرى، هذا يجعلها ضحية أيضا. نعم. في نفس الوقت قد يكون، أنا معرفة حالته الاجتماعية، قد يكون فاقد للأب أو قد يكون فاقد للأم، موجود أو قد يكون الأب والأم موجودين ولكن عندهم مشكلات اجتماعية. هاي المشكلات الاجتماعية معها الطفل ومعها الشاب لا يستطيع أن يعبر عن ما يتعرض له من مشكلات وأزمات وضغوط. هم دا يهددوا دكتور أنه إحنا هذا الفيديو نوصل لأبوك، يعني نعم وصل لأبوه، بس أن أنصاع إلى 30 واحد، هذا قبول بالانصياع، ولا أي إنسان هسه يرفض يعني. في طيب في يقول لك أبويا راح يقتلني، إحنا قال لنا إياها هاي العبارة. ما يدري تماما إذا كان أبوه مع، يعني إحنا قلنا إذا كان داخل أسرة يعيش حالة العنف والخوف من الأبوين، إحنا شوف دائما اللوم نذب على الأسرة، ملوم المجتمع. المجتمع هو واجب أن يحمي هذا البشر، يحمي حتى من شرع القوانين في بعض الأحيان. ليش تشرع القوانين؟ مو لأنه حتى تطبق العقوبة، لحماية الضعيف، لحماية المجتمع. نعم. وقد يكون مثلا أنت تحكم على السارق بالإعدام بس ما تعدم ولا واحد. ليش؟ لأنه جزء ما حد سرق، أو جزء سرق والقاضي يأخذ بالنظر لاعتبار الظروف الحياتية والمعيشية لهذا الإنسان. هنا في هذا السلوك لو كانت المدرسة قد علمت هذا الشاب أنه ممكن أن يذهب إلى أي جهة أمنية بدون الأب،
يروح الى هذه الجهه الامنيه ويقول لهم ترى اخواننا ترى تعرضت الى تهديد، بالتاكيد سيتعاونون وياه، لكن احنا مجتمعنا مو مجتمع فاضل، مو مجتمع يتفهم طبيعه ونوع الاعتداءات اللي تصير على ابنائنا، قد ما ياخذوه بمحمل الجد، انا ما داعي اذب اللوم على الجهات الامنيه او غيرها. نعم. ولكن نحن نحتاج الى ان نوجه ابنائنا باتجاهات تجد معها حلول. يعني شنو معها حلول؟ انت عندك ضغط الابوين، عندك ببيتك، عندك جدك، عندك عمك، عندك خالك، ما ممكن ان تكون لك علاقه مع شخص يتفهمك. اذا ما تفهمك فاذهب الى المعلم. هذا الخوف. ما تفهمك المعلم دكتور، اقرب شرطه. هذا الخوف من البوح. احنا نريد اليوم نغير هذا الحدث اللي دا يصير، اعتداءات على الاطفال. هاي الطفله اليوم تحدثت الامها يمكن اللي اعتدى عليها السبعيني، لكن واحد مثل الشخص الثاني اللي تحدث لنا هذا يقول لك انا ما اقدر احكي. احنا شلون نقدر نغير هاي القناعه؟ القناه الفضائيه حكي بها. نعم. بعد ما اكدنا له انه احنا اخفينا معالمه. نعم. بالفعل. لكن هسه ماذا على الجهات الامنيه؟ ان تحمي هذا المواطن وان تذهب الى عمليه القاء، يصدر القاضي قرارا بعد هاي الحلقه لانه بها شهود صار، وانه من فعل هذه الواقعه يجب ان يحاسب. نعم. هذا اذا انت جهه، انت الاعلام جهه قويه جدا. الان كشفت، لو كنت اتمنى ان يطلع هذا الفيديو، احنا ما عندنا والله مشكله بهذا. والله هو الان قاصر ترى، انت يعني كان من المفترض ان يطلع. نعم. ليش؟ حتى نبين للناس هو موجود. والله احنا اي جهه قضائيه، اي جهه هكذا نوع من الجرم، مثل هكذا نوع من الجرم، هذا سيؤثر على مستقبله ومستقبل اسرته. قد تكون فتاه، يعني هذه الفتاه بعد ما تتزوج. نعم. يعني شو مشكله انه دائما يشيروا لها انه انت تم اعتداء جنسي؟ وكم من فتاه تعرضت الى اعتداءات جنسيه من الابوين وتم الصمت عليها وسكوت لانه اعتبرته واقع حال لازم يعبر، او اخوه اعتدى عليه واعتبرناه واقع حال ممكن ان يمر. هاي داخل الاسره، لكن خارج الاسره كيف يكون 30 واحد؟ تخيل انت الموقف هذا، يعني كيف سيكون حياته بالمستقبل؟ نعم. احنا عندنا بعض الفاعل تقول ان هؤلاء قد يندفعون في بعض الاحيان الى عمليات انتحار، لانه سيشعر بالضعه، سيشعر بالاهانه، سيشعر بانتهاك العرض، سيشعر بمشاعر انه هو مضطرب سلوكيا، ربما يعتدي على اخرين انتقاما من هؤلاء. نعم. الذين فعلوا فعلته بهذه الطريقه. اذا احنا علينا ان تكون هنالك حاضنه، حاضنه لهؤلاء الشباب، لهؤلاء المراهقين، يلجؤون اليها في حال فقدان قدرتهم على ان يذهبوا لوالديهم والحديث معهم. يجب ان تكون حاضنه يعني تطمئن هؤلاء. نعم. بأن هذا المكان مثل الشرطة المجتمعية، وننبه على هذا ضرورة وجود الشرطة المجتمعية، وأن يكون مديرية مكافحة العنف الأسري. يعني أعتقد يجب أن يجعلوا لكل 100 شخص عراقي قانوني. ليش؟ حتى يحمي هذه الأسرة من الوقوع في الأخطاء، وأنه نبين لهم ترى هنالك عقوبات مشددة. يعني لكل 100 أسرة تكون ثقافة قانونية. نعم. تمنع من يريد أن يقوم بهذا الفعل بانه ترى هنالك سجن، هنالك عقوبه مشدده عليك، ربما القنوات الفضائيه تفضحك في هذا الموضوع، مو تفضح المجني عليه، تفضح الجاني. لان هذا ايضا بردود فعل ممكن انه شلون كانوا قبل يصمون بعض الاشخاص اذا يقومون بفعل اجرامي يصمون عليه، اذا يخلوا له وصم او على جنب. نعم. هذا ايضا هذا يعني وصمه اجتماعيه. اذا طيب. بمعنى انه يجب ان تكون هنالك ملاذات امنه لهؤلاء تحميهم من التحرشات ومن الاعتداءات. طيب طبعا هو هذا المراهق تحدث لنا انه تعلم حتى على يعني الحشيش والمخدرات حتى يحاول ينسى بعد صغير 14-15 سنه، تعلم على المشروبات الكحولية وعلى التدخين. ست شهد، من جانب قانوني لو أنه هذا الشاب أو المراهق راد يقدم دعوة قضائية أو راد يتحرك قانونيا على هذا الموضوع، هل من الممكن مثلا يتم إحصاء كل هذول الأشخاص اللي يتحدث بيهم؟ وهل هنالك عقوبة مثلا، طريقة التأكد، طريقة الشرح، يعني شلون راح نوصل إلى المجرمين واحنا بمجتمع يحافظ على سريه مثل هكذا القضايا؟ هسه انت تقول على مدار 40 شخص اللي مختص حسب ما تحدث. حسب نعم. ما تحدث. نعم. يعني هاي بمدد زمنيه طبعا مختلفه. نعم. وبمدد يعني تفاصيلها مختلفه، باوقات مختلفه، بظروف مختلفه، اماكن مختلفه. نعم. تمام. فاحنا عندنا الاغتصاب والعلاقة الجنسية هي بيناتها كلمة واحدة. هنا قبول وهنا. نعم. هنا عدم قبول وهنا. نعم. قبول. إذا تفهم على ما يبدو أنه هو صار قبول بعد يعني بالقصة. إذا أكو قبول بالقصة هذا ما يعتبر اعتداء.
هنا اكو قبول، هنا علاقه. طيب من عالجه قانونيا؟ اكو طريقه نعالجه قانونيا؟ هنا هي علاقه، ماكو قبول، ماكو اعتداء. لكن احنا يعني اذا عدم قبول هسه الاعتداء لازم شاب وطفل ومراهق، يعني بين رجلين خلينا نقول، بين ذكرين. نعم الاعتداء فرضا ان شلون يكون مثلا بالبدايه تحقير للشخص المقابل، تحقير، تأنيب، إيذاء، بعد ذلك يكون الاعتداء أكبر وهو الاعتداء الجنسي. طيب. توصل إلى هاي المرحلة. لكن إذا الاعتداء متكرر هنا لازم مثل ما طرحت موضوع هذا الشخص أو الطفل، هذا يمكن من يكبر يشوف الموضوع طبيعي هو هم يعمل نفس السلوك، لأن هو دي يحسه طبيعي، يعني معناتها أكو قبول، هنا أنا ماكو جريمة. القبول خلاص يعني جريمة. القبول ينهي انه هو جريمه، قانوننا ينظر بهذه الطريقه. طبعا قبول علاقه، هاي هنا علاقه مو اعتداء، لكن علاقه يعني غير سويه، يعني اللواط هذا اللواط يعني شرعا ما مقبول، اللواط اجتماعيا اللواط مقبول. اللواط اخبار، اللواط اخبار عن انه يخبر عن الموضوع، هذا موضوع ثاني اكيد الى جريمه تصل عقوبتها ل 15 سنه. لكن هنا انت اذا تحكي عن الاعتداء الجنسي تختلف ماده قانونيه، تختلف تتكيف على تفاصيل معينة مختلفة، ويكونون الطرفين مدانين فيها. الطرفين مدانين. نعم. إذا شلون نقدر إحنا هذا الشاب أو المراهق نحميه اليوم؟ بيش ننصحه؟ شنو نوجهه؟ هسه أنت عندك حسب ما تتكلم إنه الطفل هو قاصر. 14 أو 15. 14 سنة. الطفل يشتكي، من يشتكي بصفة شخصية كلها راح تجي. يكون اكو تحقيق وياها، الطفل يرسل الى جهه طبيه يعاينوا طبيا يتاكدون انه صار عليه اعتداء جنسي، يرجعون يحققون عن طريق ضابط التحقيق المحقق القضايا ايضا عن طريق القاضي. نعم. ويوصلون لمرحله القرار الحكومي. بس طيب. لازم يكون نعم. اكو شكوى، لازم يكون اكو رده فعل، شكوى من المجنى المجنى عليه نفسه عليه. لازم ممكن حتى وان كان قاصر، حتى وان كان قاصر لازم يكون اكو شكوى. طيب دكتور حيدر، اليوم تحدثنا عن الجانب الاجتماعي وموضوع يعني التخوف من العشيرة أو التخوف من الأقارب أو هذا الجانب الاجتماعي، تحدثنا يمكن قبل شوية الجانب القانوني، شلون نقدر اليوم إحنا نخلق فد جو من التفاهم لإنقاذ المجنى عليه ووضع الجاني خلف القضبان؟ يعني أنا أريد اليوم أخلي الناس توعى أنه هذا ترى عمل إجرامي لازم تبلغون. أنا أميل إلى حل مثل هكذا موضوعات بالسرية والكتمان حفاظا على مستقبل الضحية، حتى مستقبل الجاني. يعني احنا اذا قلنا هو نوع من انواع الاضطراب فيجب هذا يروح للمصحة يتعالج، يعني سرية وكتمان بالابتعاد عن القانون، معالجة داخل القانون ولكن بجلسات سرية. نعم. ولا يشهر بهم ولا يخرج الى الاعلام بهذه الطريقة. نعم. احنا مرات سارق قاتل ما نطلع وجهه بالاعلام، نقول لك حفاظا عليه وعلى اسرته. نعم. لان احنا هذه ستلصق به، هذا العار، هذه الوصمة ستلصق مو بس بي، حتى في ابناء ترى دول عندهم هكذا فعل، خصوصا اذا كان ضحيه ابتعدوا عنهم ما له ذنب. يعني واليوم احنا في مجتمع منهار حقيقه، ترى الاسره منهاره، مو احنا ما نتحدث عن اسره مثاليه، احنا نتحدث عن اسره مليئه بالمشكلات والازمات والصراعات. حتى نحمي هذا يجب ان تكون بسريه وكتمان والمحافظه على سمعه هذا الانسان، اولا واخيرا هو انسان. ومن حق هذا الانسان ان نحافظ على سمعته وعلى شرفه وعلى عفته من أن يكون معرضاً إلى الفضيحة. وأنا أعتقد القانون العراقي يسمح بذلك، أن تكون هنالك جلسات سرية. أما الجلسات العشائرية ويعني هذا أنا أعتقد غير يعني شيء غير مبرر اليوم إليه. نعم أنت تقدر تتقاضى عشائرياً داخل المؤسسة الرسمية القانونية وفي ظل حكم القضاء. احنا الى متى تبقى هذه الفضيحه والكل يتحدث بها؟ يعني اذا كانت هي بين اثنين ستصبح بين 2000 او ربما اعداد كبيره جدا. هذا الشخص اذا مشى بالشارع مستقبلا تتصور يعني شو يقولوا له؟ اهلا وسهلا بالشريف مثلا العفيف، لو شنو الاتهامات اللي حتكون عليه؟ حتى وان كان ضحيه اكيد تعليقات، حتى في المدرسه لا يمكن ان يستمر في المدرسه، يجب ان يغير منطقه السكن، يجب ان يتغير حالة في داخل المدرسة من مدرسة إلى مدرسة أخرى، ربما حتى في بعض الأحيان أغير اسمه حتى لا تلصق فيه جريمة أو فعل هو لم يرتكبه وإنما اعتدي عليه. فأنا مع القانون الذي يحمي هكذا نوع من الأطفال تحت سن يعني 18 سنة
من القاصرين اغير حتى اسمه، ثق يعني انا لو بيدي اغير اسمه، يعني اقول في القانون من يتعرض الى عمليه اعتداء والاهل يقبلون في تغيير اسم هذا الشخص، لان انا اتذكر هذا الشخص باسمه وايضا الاعلام يتذكره باسمه والمحاكم تشير الى في هذا الفعل. ولذلك دائما هاي السريه حينما نحافظ عليها سنجد من يحاول ان يذهب الى الجهه المعنيه الى القضاء ليشتكي ويقول تم اغتصابي من قبل فلان جهه. وانا بس اشير الى الاخت العزيزه واللي وضحت بشكل كبير جدا. نعم هو فعل متكرر ولكن تحت التهديد. اذا كان تحت التهديد انا اعتقد يختلف الماده القانونيه المكيفه لهذا الموضوع. اما اذا اصبحت علاقه تبادليه يتم الاثبات هنا يعني ممارسه طبيعيه وخضوع مستمر. التهديد يجي في المره الاولى، لا يمكن ان يتكرر مع 30 او 40 شخص الا بقبول هذا الشخص وانسياقه مع هذه مع هذا الفعل وقبول له بوصف انه حصل على مجموعه ممكن ان يخرج وياها، ممكن ان تصرف عليه، ممكن ان يتمتع معها بموجوده هاي الحالات معينه.